بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم. النهارده مكملين في المشروبات الشتويه. المره اللي فاتت عملنا طريقه المغات، المره دي هنعمل طريقه حمص الشام. الحمص دوت انا نقعاه في ميه سخنه، يعني بغلي الميه واروح حاطه الحمص وبطفي عليها واسيبه يعني لمده ساعتين مثلا، ولغايه ما الميه تبرد خالص بغسله تاني وولع عليه تاني على الميه جديده. ومعايا هنا الطماطم برضو بغليها في مية عشان بتساعدني ان انا ايه اشيل القشرة بسهولة. شايفين لما تتغلي كمان بيبقى لونها احمر قوي، لما الطماطم بتتغلي في المية بتزود اللون بتاعها. وبصلاية صغيرة وفصين ثوم بالظبط مش اكتر، عشان يبقى طعمه يعني خفيف كده. هو مشروب مش طبيخ ولا نقعد نحط ليمون وحاجات كتير. وبعدين وهو بيغلي هنضيف معلقة بابريكا ومعلقة كمون. هنولع على الحمص دلوقتي اللي احنا نقعينه. هيسلق عادي خالص. وبعدين هناخد القوطة ديت هنقشرها ونشيل القشر ده كله، ونضرب معاها البصلة وفصين الثوم. هضربهم في الخلاط وارجع لكم تاني على طول. خلاص ضربنا القوطة في الخلاط مع بصلة صغيرة وفصين ثوم، فصين بس مش كتير. هنحطها بقى على الحمص، ولازم القوطة تاخد وقتها عشان يبقى طعمها مستوي. معانا كمان معلقة بابريكا ومعلقة كمون. البابريكا دي طبعا عشان هي تدعم اللون وبتدي طعم برضو، والكمون ده طبعا شيء اساسي في حمص الشام. لكن محدش يحط ليمون مع الحلة، الليمون بيتحط في الكوباية بس. بعدين هنسيبه كده يستوي، وقبل الاخر قبل الاخر خالص نبقى نحط الملح عشان يستوي بسرعة. ونسيب برضو فرصة للملح يغلي فيه حبة كتير يعني عشان يبقى طعمه حيق وحلو. ومعانا هنا كمان عاملين دقة خفيفة برضو، عبارة عن خل ومية وليمون وكمون. دي برضو بتضاف على الكوباية بس، متضافش مع تسوية الحمص. يعني للي حابب، اللي حابب بقى يحط شطة، يحب عصر ليمون بس، دي طبعا بتبقى حسب الرغبة وبس. هتاخدوا احلى حمص شام واحلى من حمص بتاع الكورنيش. وكل سنة وانتم طيبين.